خليني اقول لكم بقى النهارده الجوائز الماليه، سواء للمنتخبات اللي كسبت الاربع مراكز الاولى او حتى الجوائز الفرديه. يعني المنتخب الجزائري خد 5 مليون دولار، اللي هو دي جائزه البطوله، بطوله كاس العرب، المركز الاول 5 مليون دولار. تونس المركز الثاني 3 مليون دولار المركز الثاني، قطر 2 مليون دولار المركز الثالث، منتخب مصر فاز ب مليون ونص دولار، مليون ونص مليون يعني، المركز الرابع. وفي منتخبات بقى اللي خرجت من دور الثمانية اللي هي الإمارات والمغرب والأردن وعمان حصلوا على مليون دولار، والمنتخبات اللي شاركت في البطولة وخرجت من دور المجموعات خدت 500 ألف دولار. يعني الكل كسبان في البطولة ماليا، وعايز أقول كمان إيه، اجتماعيا، اللي احنا كلنا كعرب اتجمعنا في بطولة مميزة. نتمنى ان البطولة دي تقام كل سنة او كل سنتين، تقام بالشكل الرائع والتنظيم الرائع اللي احنا يعني شفناه في البطولة. والبعض خلي بالكم كسب فنيا، يعني منتخب الجزائر ومنتخب تونس ومنتخب المغرب، واحنا كمان برضو اكتشفنا لعيبة جديدة، وده لعيبة جديدة دخلت المنتخب، وده ادى حماس لبقية اللعيبة في الدوري ان هم يشدوا حيلهم عشان ممكن يكون ليهم فرصة في الدوري. وشفنا اخطائنا وتعرفنا شويه على مستر كيروش، وشفنا السلبيات وشفنا الايجابيات. فالكل كسبان، الكل كسبان في البطوله، سواء ماديا ماليا يعني او فنيا. طيب جوائز بقى الافضل، هداف البطوله هو سيف الجزيري لاعب المنتخب التونسي ومهاجم نادي الزمالك، احرز 4 أهداف في البطوله. افضل حارس مرمى واللي خد القفاز الذهبي رايسن بولحي، حارس مرمى المنتخب الجزائري. افضل لاعب في البطوله هو ياسين ابراهيمي لاعب المنتخب الجزائري. تاني افضل لاعب يوسف بلايلي لاعب المنتخب الجزائري. تالت افضل لاعب هو اكرم عفيف لاعب المنتخب القطري. كل الناس دي يعني اجادت بصراحه في البطوله، وزي ما انتم شايفين كده معظم الجوائز للاعيبه منتخب الجزائر. رايسن بولحي افضل حارس، ياسين ابراهيمي افضل لاعب، يوسف بلايلي تاني افضل لاعب، ده رايسن بولحي طبعا حارس مرمى، وده سيف الجزيري بيتسلم من انفانتينو هداف البطوله، وده كاس البطوله اللي احنا شايفينه اللي هو يشبه كتير او شبه كده كاس العالم. فبطوله رائعه جدا، نتمنى ان كان او كنا نتمنى ان منتخب مصر يعمل افضل من كده، لكن الحمد لله نشتغل على اخطائنا ونشتغل على الايجابيات والسلبيات اللي حصلت عشان نحسن أمورنا خلال الفترة القادمة.